إن شاء الله نبدأ حديثنا مع مادة الميديكال جينيتكس. وللأمانة هي مادة انترستد، تحتاج إلى شوية صبر في الفهم. نسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن ييسر الأمور إن شاء الله. طبعا هذا الكلام ما بنتحدثش فيه كميديكال جينيتكس إلا لم يكون في عندي أنا خلفية من باب الموليكولار بيولوجي، تمام؟ وبالتوازي زي ما احنا عارفين انه في عندنا ماده اسمها موليكولار تكنيكس. تحس وكانه انا في عندي يعني كمثلث بيكمل الصوره على اساس يقدر يعطيني فهم اوضح لموضوع الهيلث بتاعتنا، وكيف ممكن الجينيتكس انفولد وبلاي رول في موضوع الهيومن هيلث. هذا بيجعلنا في خلال دراسة الميديكال جينيتكس نطلع على بعض من الكونسبت، تمام، وبعض من البرنسبل من باب هاو ذا كلينيكال جينيتكس براكتس، تمام، وهاو بلاي رول في تحديد طبيعة الهيلث بتاعت الهيومن، تمام. هذا جانب. الجانب الآخر طبعا بيعطينا استكشاف كمان لطبيعة الجينيتك فاريشن في البوبوليشن، تمام، من ناحية الانهيريتانس وطبيعة الديزيزز واعتمادها على الكروموسومات، الأوتوسوما الكروموسومز والسكس لينك كروموسومز، تمام. اذا دراسة الميديكال جينيتكس هي بتزيد عملية الفهم عنا لمدى ارتباط الجينيتكس بالهيومن هيلث، وكذلك ارتباطها بالانهيريتد ديزيز ان جنرال. فان شاء الله رب العالمين في خلال هذا الكورس هنتحدث على عدة مفاهيم، هي موستلي عبارة عن برينسيبلز وكونسبت. هنتحدث كانترودكشن على الميديكال جينيتكس ان شاء الله بمفاهيم نوعا ما جديدة علينا، تمام. كما أنه إن شاء الله هنتطرق للميديكال مندليان جينيتك عن بطر أو جينيتك ترانسميشن، بنعرف مندليا قانون مندل، تمام، وفي موضوع الانهيريتانس وكان على مستوى الإكس على مستوى السكس لينك كروموسوم، وكذلك الأوتوسومال كروموسوم وطبيعة الديزيز اللي بينتقلوا من خلال هذه الكروموسومات. وحنتحدث ان شاء الله على السنجل جين انهيرتنس، سنجل جين ديسوردر، هذا جانب. وحيكون هناك حديث على موضوع السيتوجينيتكس، يعني في البدايه بنتحدث على جين اوجد لي مشكله، بعدك هنتحدث على طبيعه الاستراكشر بتاعت الكروموسوم، وهاو يعني الاستراكشر فاريشن كان ميك ديفرنت في الهيومن هيلث، تمام، ومدى انعكاسه على الهيومن هيلث ان جنرال. كما أنه إن شاء الله هنتحدث على طبيعة الجينيتك فاريشن في البابوليشن، تمام، أنه نحاول نلاقي نوع من التفسير أنه ليش هذا الفاريشن في طبيعة الانهيرتد ديزيز في داخل البابوليشن. هذا هنتطرق له إن شاء الله بشكل عام. هنتطرق إن شاء الله لموضوع آخر اللي هو بسموه المالتي فاكتوري الانهيرتنس. إيش يعني مالتي فاكتوري الانهيرتنس؟ يعني إحنا بنعرف أنه الأمور لو نخدها شيء مطلق بنقول والله مثلا انا في عندي جين زي مثلا موضوع التلاسيميا على سبيل المثال، او موضوع ديزيز السيكل سيل انيميا، بنقول انه والله في عندنا جين في صار له ديفكت، او في عندنا كودون صار فيه بروبلم، وهذا عمل يعني اشكاليه في موضوع البروتين فانكشن بروتين استراكشر. هذا فور اكزامبل. لكن لا، في عندنا بعض من انواع الديزيز وبعض انواع الاشكاليات مالتي فاكتوريال كان انفولف في البروبلم اتسلف، وهذا الكلام يعني موجود. لو طلعنا مثلا ممكن يكون الدايابيتس، الهايبرتنشن، شغلات كثيره، مش شرط يكون ديزيز، كمان ممكن يكون عباره عن سيرتين كاركتر، تمام، سيرتين كاركتر زي موضوع مثلا الطول اند سو اون، تمام. هذا ممكن يكون هناك مالتي فاكتورز ار انفولف في هذا الموضوع. هنتطرق ان شاء الله كمان
موضوع الكانسر جينيتكس نتحدث عنه، وإن كان عندنا فكرة من خلال يعني أشياء بسيطة. حنتحدث عن الهيموغلوبينوباتيز، يعني نعدي عليها على السريع إن شاء الله. كما أنه إن شاء الله حنتحدث على المابينج of human genes linkage and its application، برضو هناك نظرة أخرى حنتحدث فيها على طبيعة الارتباط ما بين الجينات، وإيش طبيعة الأشياء اللي بتحدد طبيعة هذا الارتباط ما بين الجينز. وكذلك إن شاء الله في مجال أتحدث على موضوع الجين ثيرابي بشكل سريع إن شاء الله. من ضمن المصادر على رأسهم في موضوع دراسة الـ Medical Genetics تمام أو Genetic and Medicine in General، في عندنا كتاب اسمه Thompson and Thompson منه اللي هو الـ Edition 8 تمام، ويعني interested يكون موجود عندنا هذا كreference. في هناك Emery's Limits Elements للميديكال جينيتكس موجود برضو أوكي، لكن هو صحيح على رأس الكتب اللي هو تومسون آن تومسون في الميديكال جينيتكس من ضمن هذه الأشياء. نفس طبعا فلسفة التقييم هي زي المواد الأخرى إن شاء الله رب العالمين، طول ما إحنا بنتحدث على تعليم إلكتروني. عايز أوضح طبعا هنا نقطة، أنه يعني في العام الماضي كان هناك شرح عن طريق الإلكترونيكس تمام لمحاضرات، طبعا إحنا ما بديناش من أول الفصل زي ما بدينا المرة هذه، إن شاء الله حيكون هناك طبعا في هناك محاضرات أوريدي موجودة إن شاء الله later on على أساس أن تكون المادة تقريبا مترابطة، هنلاحظها إن شاء الله في محاضرات قادمة إن شاء الله. نيجي للإنترودكشن بسيط في التعريف، إيش يعني ميديكال جينيتكس؟ بقول هي عبارة عن دراسة أو علم تمام له علاقة بالهيومن جينيتكس فاريشن ذات إز سيغنيفيكانس إن ذا براكتس أوف ميديسين. يعني بقول لي هو عبارة عن دراسة ما يلقيه الاختلاف على مستوى الجينز تمام من عدة أوجه، طبعا على مستوى الجين على مستوى الكروموسوم and so on، والسيجنيفيكانس تاعت هذا التغير وهذا الاختلاف حتى كمان على مستوى الميتوكوندريا كمان تنساش تمام جين في إيش السيجنيفيكانس بتاعت هذا التغيرات والاختلافات على طريقة التطبيق بتاعت الميديسين، وكيف نقدر إحنا نعمل عملية evaluation للديزيز تمام. وهذا الكلام بيجي من خلال studies of the inheritance of the disease in the families، وهذا كلام طبعا هذه الأرضية العلمية بتحاول تساعدنا إن نعمل دراسة على طبيعة الانهيرتنس للديزيز في داخل العائلات. بعض أحيان كمان بيعطيني اللي هو دراسة المابينج of the disease genes في specific location on the chromosome، يعني بيعطيني نوع من تحديد خريطة الأمراض الموجود عندي في هذا الكروموسومز ومدى ارتباطاتهم مع بعض as well as كمان في الفاميلي الموجود عندنا. Analysis of molecular mechanisms through which genes cause disease، طبعا هذا الكلام بيعطيني انه كيف ارتباط الجين مع الأمراض وإيش طبيعة المولكولار ميكانيزم. إنه أنت عادة لما تيجي تتحدث على موضوع الجينيتكس وارتباطها مع الميديسين، هو مش ارتباط واحد زائد واحد بيساوي اثنين، هو عبارة عن تعقيد مش سهل من الارتباطات. وهذا الكلام كنا نحكي في المولكولار بيولوجي، كنا نقول إنه في عندي أنا جين، الجين ممكن يكون فيه مشكل، ممكن ما تكونش المشكلة في الجين في الكودون ولا في الإكسون، ممكن تكون في البروموتر، ممكن تكون في فاكتورز أخريات جياني من كروموسوم آخر، فاكتورز جياني من نفس الكروموسوم، ممكن يكون أضر جينز على نفس الكروموسوم تمام، زي ما كنا نحكي على موضوع اللوكس كنترول ريجون إذا ذكرين في موضوع الهيموغلوبين. إذن شوية قضية متشابكة في هذا الموضوع، ولكن هذا يعني تربيط الأشياء طبعا هذا الصحيح ما زال العلماء بتعاملوا
معاه بكل جد انهم يحاولوا يلاقوا اجابات للامراض. يعني بتذكر في ذكرنا في موضوع الحديث على موضوع الديزيزز، تمام، الموجودة عندنا، في عندنا اوتو اميون ديزيز، عندنا هايبر سنسيتيفيتي ديزيزز، تمام، هذه كل اشياء او كل امراض عفوا ما فيش لها إجابة حتمية إنه والله عندي سبب هو السبب الرئيسي لمشكلة. ممكن يكون عندنا مالتي فاكتورز، وفي عندنا أكثر، ممكن يكون من جين في مشكلة في هذا الموضوع، زي موضوع الكانسر، نفس الموضوع الكانسر اللي حتى الآن ما فيش إجابة إيش هو العمود الفقري في المشكلة نفسها اللي أوجدت للكانسر، وهلما جانا. إذن هذا الجانب. جانب آخر كمان البراكتس، تمام، السيجنيفيكانس بتاعت دراسة الجينيتكس فاريشن من باب انه تنساش انه الان في المستشفيات الراقية في عندها حاجة بسموها الجين كونسلينج، تمام، انه بتحتاج انت ان يكون عندك في داخل المستشفيات ناس كونسلتنت، تمام، يعني الناس يعني استشاريين في موضوع الجينيتك ديزيز، على أساس يقدر يرسموا خريطة العائلة ويقدر يحددوا لك أو يقدر يعني يعملوا لك بريدكشن بطبيعة الأمراض اللي ممكن تكون في العائلة من خلال دراسة شجرة العائلة، دراسة الجراند فادرز، جراند مادر بروبلم، تمام، وبيعطي انطباع ويعطي بريدكشن إيش طبيعة البروبلم اللي ممكن تكون موجودة، أو بيعطي مثلاً شعار بأنه لابد نعمل مثلاً على سبيل المثال دياغنوسيز من خلال الامبريونيك ستيج مثلاً على سبيل المثال. هذا كله من خلال مين؟ الجينيتك كونسلينج، في وجود كونسلتنت في هذا الموضوع. كما أن هذا الجانب لما بيكون واضح عند الأطباء، طبعاً أكيد طبعاً موضوع الميديكال جينيتكس أكيد حلاوته أكتر لما بكون أنا عندي البيسك تاعت الدراسة، يكون في هناك ميديكال دكتور ويبني عليه التخصص في موضوع الجينيتكس والميديكال جينيتكس، على أساس بالفعل تسميه هذا إنسان صار عبارة عن كونسلتنت، تمام، بشكل أو بآخر. كمان هذا بيلقي ظلاله على مين؟ هذا التعرف على الجينيتك بروبلم أو دراسة الجينيتك ان جنرال في موضوع الميديسين له علاقه في الجين ثيرابي، وهذا الكلام طبعا من الاشياء اللي شاغله العالم في معالجه الامراض، انه احنا نحتاج الى معالجه جين ثيرابي، لانه وجدوا انه بالفعل مشاكل الكيموثيرابي والراديوثيرابي ولما جرى يعني مشاكل برضه مستعصيه وهي ما بتعطيش الحلول لهذا الامر. ففي هناك ترايل موجود يعالج بعض من الجين ثيرابي على مستوى الستيم سيل بتاعه الخلايا، تمام. إذن هنا حديث الجينوميك ميديسين، طبعا الجينوميك نقصد فيه الكروموسومات تاعتنا بشكل عام أو الجينوم تاعنا، أوكي، فبيحتاج طبعا في الحالة هذه يكون عندنا لارج سكيل من الأناليسز للهيومن جينوم، تمام، واللارج سكيل طبعا لأنه صعب أنك تحدد دايركشن معين هو سبب في البروبلم، بدك تتعامل مع الكنترول للجين إكسبريشن، الجينيتك فرياتي، الانتراكشن بتوين ذا جين اند انفايرمنت، تمام، هذه كلها الاشياء هي بتحاول تعمل اضافه انها بالفعل تعطيك خلينا نقول توصلك لمين، للسبب اللي ممكن يكون هو عباره عن مشكل في عفوا سبب رئيسي في حدود المشكله الصحيه عندنا. فإن جنرال طبعا الموضوع الجينيتكس يعني في والعلاقة تعته في موضوع الميديسين، تمام، هذا الكلام وجدوه من خلال يعني أشياء استفزتهم، إن وجدوا في هناك إحصائيات، وطبعا هذه الإحصائيات تكون قديمة، تمام، إنه في عندنا تقريبا أكثر من 2-3 ناس عندهم مشاكل في البير ديفكت، يعني بكون ناس مشاكل مشوهين في الخلقة، وجدوا الناس في عندهم دائما مثلا مسكارج، وجدوا في نسبة معينة 15%، تمام، وجدوا الناس ممكن يكون عندهم في الفيرست ترايمستر تقريبا من 25-50% ريسك مسكارج. فهذا الأمر بدوا يعزوه انه اكيد ممكن يكون عندنا مشاكل على مستوى كروموسوم على مستوى جيناتكس، تمام، وهلما جرى
ممكن يكون عندي ديو كروموسومال ابنورماليتي او في عندنا في الفيرست ترايمستر لوس نتيجه انه يكون في عندي كروموسومال انومالي. تمام. وجدوا كذلك انه في عندنا اكثر من 30% من البيدياتريك اللي بيدخلوا عندي في الهوسبيتالز تمام في عندهم مشاكل على مستوى الجينيتك ديزيز زي البلايدنس ديفنس اند منتال ريتارديشن موجود هناك لهم سبب. هذا اللي خلى يكون هناك عبارة عن انترستد في دراسة والتوسع في موضوع الميديكال جينيتكس. جينيتك ديس اوردر افكت اول ميجر سيستم. طبعا جينيتك ديس اوردر ملوش حصر في هذا الموضوع، ممكن يصيب اني ايج اني ريس. تمام. يكون عندنا في ريسز بغض النظر ايش الاعراق الموجوده عندنا ميل في ميل از والاس كومون كانسر. طبعا انت الجينيتك ديس اوردر انفولف في البريست كانسر كولون كانسر هيماتولوجيكال كانسر. تمام. هذا امر موجود. اوكي طيب. فبيجي بيقول لي انا ممكن يكون عندك نسبه 5 ممكن يكون اقل او اكثر شويه تلاحظ انه بشكل مطلق انه الجينيتك ديس اوردر هو بلاي رول في موضوع الديزيز. لكن طبعا في عندنا زي ما ذكرنا بعض ديزيزز الجينيتك ديس اوردر صعب انك تحكمه في حاجه معينه، ممكن يتشعب يكون عندي مور ذان وان فاكتور على مستوى الكروموسومال اب نورماليتي على مستوى ستراكشر على مستوى اذر فاكتورز زي ما ذكرنا انفولد في هذا الموضوع. بيجي بتحدث لي هنا كمان على موضوع الليجاليتي بتاعه الميديكال جينيتكس. الليجاليتي هنا يعني ليش اخذت هذا القيمه الميديكال جينيتكس. بقول طبعا انت في الحاله هذه من ضمن الاشياء اللي حتفيد فيها بده يكون عندك مثلا بعض الاحيان نحتاج الى ان تعمل عمليه اشعار للازواج. تمام. انه الكونتراسيبتيف بعض من الاشياء اللي بتاعت منع الحمل اوكي ممكن تعمل نون ديسجنكشن وين وومن conceived immediately after going off of oral contraceptive في الأورال يعني تأخذ عبارة عن حبوب حمل مثلا. تمام. في عنا ريسك هنا بموضوع الترايسومي. احنا بنعرف احنا الكروموسومز لازم يصير لهم نوع من الديسجنكشن. تمام. يعني يصير في انفصال لانه كل واحد حتروح على خلية. في عنا مشكل بتصير بالخاصية في الستات اللي عندهم ايش معين او عندهم مثلا بياخذوا سيرتين دراج مثلا ممكن يؤدي هذا الى مشكله في موضوع ان يصير عند ترايسومي زي موضوع الداون سيندروم. زي موضوع الداون سيندروم احنا بنعرف انه في اطفال عندهم داون سيندروم انه هذول الناس في عنا كروموسوم نمبر 21 في منه بدل 2 في عنا تريبل كروموسوم. وطبعا اكيد له كومبليكيشن على مستوى الهيلث وعلى مستوى السوشيال وانسو. كمان شغلة أخرى أنت الأهمية بتاعت الميديكال جينيتكس هنا كمان تأخذ إشعار أنه أنت لازم الناس اللي عندهم هيستوري تمام وبدك تعطي هيستوري في الديزيز زي العائلات اللي كلوز توجذر والعائلات اللي عندهم تزاوج مع بعض دائما تمام زي مثلا عصبي للمكال. في هناك ديزيز اسمه تيساك ديزيز. التيساك ديزيز هذا عبارة عن ديزيز له علاقة انه بصير في عندي ديستركشن في النيرف. تمام. بصير عندنا ديستركشن في النيرف وكذلك في البرين والسباينال كورد. وهذا الكلام وين بيحصل اكتر شيء بكون في الناس الجويش اللي هم عبارة عن اليهود المتدينين او الحريدين بقول عنهم. تمام. هدول عندهم هذه المشكلة والمشكلة هذه عبارة عن اوتوسومال ريسيسيف جينيتيك ديس اوردر. اذا هذا الناس بدك انت تنبههم. ليش؟ لانه هدول عبارة عن عبء على البلد. عبء من ناحية صحية، عبء من ناحية نفسية، من ناحية اجتماعية، مشكلة كبيرة جدا. تمام. فمعناته لازم تعطيه اشعار انه عملية التزاوج بشكل ناس كلوز لبعض تمام في هؤلاء الناس انه ممكن يؤدي انه يزود من هذا المشكل، لان هذه المشكلة هتكون عبء على الدولة. وكذلك في موضوع التلسيميا على سبيل المثال احنا بنعرف مثلا عنا التلاسيميا كانت في فترة من الفترات الكمية مش قليلة من الناس اللي عندهم تلاسيميا بسموا تلاسيميا العظمى. ولما نبحث في هذا الأمر انه بتحس انه الناس ما بتعملش انفستيجيشن بانه انا لازم اكون عندي مشكلة على مستوى البيتا جلوبيولين جين او ما عنديش. فبعد ما صار هناك عملية الفحص اللي صارت تصير عندي قبل الزواج صار بالفعل هذا ادى انه يحد من موضوع التلاسيميا. هذا الأمر مطلوب. إذن هذا استدعى
دراسة الجينيتيك بروبلم انه تخليك انت تفكر في سبيل ما تقدمش على مشكلة ممكن تأتيك من خلال التزاوج مع ناس مثلا لو عندهم حامل لا هذا المرض او ده. هذا جاء. اوكي. بعض احيان يعني تعمقك في الميديكال جيناتكس ممكن انت تحتاج في الحاله هذه انك تعمل برينيتال، تدفع الوالدين لعمل برينيتال دايجنوسيس في هذا الامر لما بيكون عندنا مشاكل على مستوى الديزيز، سواء كان عندي اوتوسومال على سبيل المثال دوميننت، نعمل انفستيجيشن تمام، لانه ممكن الاوتوسومال دوميننت بروبلم تكون في مرحله من المراحل عباره عن فيتال تمام في هذا الامر. اوكي. او عندي مثلا ريسيسيف بروبلم بشكل او باخر، بعض الاحيان مضطر تعمل انفستيجيشن عشان تعمل اكسكلود مثلا لهذا الفيتس الموجود عندنا. هناك بيحكي لي ستراكشر، بقول الميديكال جينيتكس بشكل عام في الهيلث سيرفيس تمام، في عندنا قلنا كيونت تحتاج، هذا الكلام بدايه حديثي، يكون عندك موليكولار جينيتك لاب في موضوع دايجنوسيس بالتكنيكس بتاعته تمام، وموضوع الدياجنوس على مستوى الميليكر تكنيكس زي ما احنا قاعدين بندرس في الميليكر تكنيكس، بيكون عنده سايتوجينيتك لاب كمان بدراسة الكروموسومات من ناحية الاستراكشر من ناحية اللينث بتاعتهم وهلما جرى، هتساعد في عملية الدياجنوس. كمان بيحتاج ان يكون عندك كلينيكال جينيتكس كونسلتنت زي ما ذكرنا، لابد انسان يجمع ما بين الازواج في الحديث على موضوع جينيتك بروبلم اساس يقدر يوعي الازواج في موضوع احتماليه الامراض ممكن تصيب لو كان في هناك دراسه للهيستوري عند هؤلاء الناس. اذا هذا الامر مهم جدا في موضوع الكلينيكال دايجنوستس تمام، لابد يكون عندي من خلال اللابس بده يكون عندي طبعا اللي هو دايجنوسيس على مستوى برينيتال اند بري سيمتوماتيك دايجنوسيس، في عندنا طبعا جينيتك كونسلنج، وفي عندنا ريسك اسسمنت انه الميديكال جينيتكس بالفعل بيقدر يخلي الكونسلتنت انه يقدر يعطيني اشعار باللي هو البروبلم او الريسك الموجود عندنا او احتماليه حدوثه في داخل الاجيال القادمه لهؤلاء الازواج. فبيجي الآن بتحدث لي كمدخل يعطيني إشعار، هذا الكلام يعني نوعا ما عندنا معرفة فيه، في موضوع الميوسز والميتوس. بيجي بيقول لي إن جنرال طبعا مادام إحنا بنحكي على جينيتكس بنحكي على سيل تمام، وبنحكي على كروموسومات داخل هذه النيوكليوس، معناته أن في عندي سيل سايكل موجودة. السيل سايكل تاعت الخلايا طبعا بشكل او باخر تمام، احنا عايزين تمشي بشكل جميل بحيث انه ما يصيرش اعاقه لعمليه الديفيجن او تاعت السيل، او في مشكله ديستربنس للسيل سايكل تمام، وكذلك عمليه الريجوليشن تاعت السيل سايكل. اي لخبطه في هذا الامر او مثلا صار عندي خطا زي ما احنا عارفين تمام وما صارلوش كوركشن حيدخلنا على ديزيزز، ممكن في الاخر يدخلني على كانسر زي ما يحصل عندي مشاكل في بعض من الجينات المهمه في موضوع انها تتحكم انه الخليه ما تدخلش عندي على كانسر، او بعض من الجينات المسؤوله عن بناء البروتينات اللي بتساعد في عمليه الكوركشن لو حدث عندي خطا في الجينيتك ماتيريال تمام. اذا هذه كلها اشياء مهمه في الدراسه بالنسبه لنا. فبيجي بيقول لي احنا بشكل عام طبعا بنعرف عندنا خلايانا زي ما ذكرنا، عندنا الاوتوسومال سيلز والسوماتيك سيلز طبعا والجيرم لاين سيلز، واحنا عارفين في موضوع الميوسيس تمام عمليه الانقسام اللي بتصير عندي في الميوسيس هي بتحصل في السكشوال ريبرودكشن اورجانز في على مستوى اللي هو الاوفري والتستس، هذا الكلام احنا عارفينه. والشغل الثاني اخرى بنعرفها انه بيحصل عندي عمليه اللي هو نوع من الريكومبينيشن، بنعرف ان مايوسيس 1 ومايوسيس 2. اوكي. اذا بيحصل عندنا عمليه الجين ريكومبينيشن، هي طبعا الخليه بتبدا سواء كان الخليه الام المسؤوله عن بناء الاكس او بناء السبيرم بتكون عباره عن 46 كروموسوم، وفي الاخر طبعا بتنتهي السبيرم او الاوفا ب 23 كروموسوم. ف
فبيجي بيحصل، بيقول لي هنا بيحصل عندنا نوع من اللي هو الانتقال من الدبلويد سيل اللي هي بتكون الى اللي هي هابلويد سيل. احنا بنعرف الاوتوسومال طبعا سيلز او سوماتيك سيل دائما في عندها دبلويد، اما بالنسبه للخلايا السيكشوالي اورجان سيلز زي السبيرم او الاوفا هي عباره عن 23 كروموسوم عباره عن هابلويد سيلز. اوكي هنا طبعا بيجي بيقول لي في الحاله هذه في عندنا the outcome of meiosis is four genetically unique haploid cells compared with the two genetically identical diploid. يعني بيجي بيقول لي انا الخليه بتنقسم عندي الى في الاخر الى اربع اللي هي خلايا، عندي اوفا في الاصل بتكون عندي في الاخر اربع اوفا as a haploid cell، وكذلك طبعا بيحصل في موضوع السبيرم سيل في هذا الموضوع. النقطة اللي عايزين نعرفها هنا كل خلية بتنقسم بتعطينا أربعة هابلويد، نعرف إنه ثلاثة من هذه الأربعة بتاعت الأوفا هتكون عبارة عن بالمعنى الأصح نون فانكشن، من باب إنه بالفعل هي عبارة عن خلايا مش ما صارش فيها إماتشور، ما صارش فيها نوع من السينكرونس ما بين الديفيجن على مستوى الكروموس عفوا النيوكليار ديفيجن والسيتوبلازميك ديفيجن، فبيضل عندي طبعا وان اوفا زي ما حنشوف ليتر اون. وكذلك السبيرم اختلف الوضع، يختلف الوضع انه السبيرم لا كلهم عباره عن يعني ايدنتيكال من ناحيه السينكروناس في موضوع البرودكشن، بيختلف على موضوع الاوفا. هنا نيجي نقول الميوسيس طبعا بيجن في تمام هذه الدبلويد سيل اللي قلنا بشكل او باخر. اوكي في عندنا مايوسيس 1 ومايوسيس 2. المايوسيس 1 طبعا انه الخليه الدبلويد هتنقسم الى 2 هابلويد سيلز، تمام هيكون عندي طبعا 46 كروموسوم، هيحصل يكون عندي طبعا 23 كروموسوم في هذا الامر، وكانه عباره عن بسموه ريدكشنال ديفيجن. تمام الريدكشنال ديفيجن هنا اللي بصير عندنا بيقول لي في مرحله من المراحل تمام انه بيحصل في عندنا حاجه بسموه كروسنج اوفر في الميوس نمبر 1. احنا عندنا في الميتافيز والبروفيز والانافيز، تمام في مراحل البروفيز، تمام مرحله البروفيز نمبر 1 في الميوس طبعا نمبر 1 بيحصل في عندنا نوع من الكروسنج اوفر على مستوى الكروموسومات، هذا الكلام موجود عندنا بشكل او باخر. اوكي في اللي هو عمليه البروسنج بسموها عمليه السينابسس. الان بيحصل عندنا في ميوس نمبر 1، في ميوس نمبر 2 بيحصل عندنا اللي هي عباره عن الديفيجن اللي احنا قلنا عنها ايكويشنال ديفيجن، تمام انه بصير عندي اللي هو 23 كروموسوم بكون عندي از هومولوجس هي عباره عن اوفا في الاصل 23 طلعت لي من مايوسيس نمبر 1 هتعطيني برضه 23 في مايوسيس نمبر 2 وكذلك 23 كروموسوم نمبر في مايوسيس نمبر طبعا 2. اوكي يعني القضية هتكون سيميلر لا اللي هو الميتوسيس. طيب الآن طبعا هنا زي ما ذكرنا في الفيميل الميوسيس اللي احنا بنحكي عنه في الأصل هيعطيني أربعة أوفا، طبعا الماتشور أوفا هيعطيني أربعة إكس، تمام وحيكون في عندنا زي ما ذكرت في البداية إنه حيكون عندي ثلاثة أوفا بقدر أقول عبارة عن نون فانكشن، تمام وبصير لهم نوع من الادسوربشن، نوع من يعني يعتبروا از ارتيفاكت. اوكي وهدول بسميهم في الحاله هذه بولار بادي، تمام اذا من الاربع اوفا الموجوده عندي في عندنا واحده هو اللي عندها بتكون اهليه ان يحصل لها بالفعل فيرتلايزيشن وينجح الفيرتلايزيشن فيها، لكن الاخريات هم عباره عن ايش؟ عباره عن بول عفوا بولار باديز بشكل او باخر. تمام اوكي هذا جانب. فكمان بعدين بيقول لي انه انت تلاقي تو جيميتس تو اوفا بشكل عام عندنا او تو سبيرم عندهم يعني ايدنتيكال، هذا الكلام صعب جدا الا يكون في عندي نوع من الفرايتي موجوده، صعب تلاقي الامر هذا في واحد في كل 8 مليون
اوفر تلاقي عندك تنتين فيهم نوع من السيمتريكال جينيتكس في هذا الموضوع. دائما في عندنا دايفيرسيتي، والدايفيرسيتي اجت من خلال عمليه الريكومباينيشن اللي بتحصل عندنا. طيب الان ايش بيقول لي كمان؟ الان فهمنا انه في عندنا حاجه اسمها بولار باديز، وعندنا نفهم حاجه كمان انه في الفيميل تمام دائما في عندنا حاجه بسموها اكس ان اكتيفيشن. بمعنى الان احنا قلنا في الاخر بيحصل عندي انا الانسان اوكي الهيومن ميل وهيومن فيميل، في عندنا في كل خليه العاديه الان في داخل الزايجوت تمام اعتبر صار عندي فيرتلايزيشن بين سبيرم واوفا، خليه الفيميل حتكون عباره عن 46 اكس اكس طبعا فيهم الكروموسومات، الميل اللي هي السوماتيك سيل تمام حتكون برضو نفس القضيه 46 كروموسوم في داخل الخليه وعندها اكس واي. ايش بيقول لي؟ بيقول عشان يصير عندنا بالانس، لانه بالفعل الاوتبوت بتاع الخلايا من ناحيه الاكس كروموسوم جينز ابروكسيميتلي ذا سيم عند الميل والفيميل، في عندنا بيحصل حاجه بسموها في الفيميل اكس ان اكتيفيشن تمام. اكس ايش؟ ان اكتيفيشن، انه واحد من الكروموسومات تمام بيصيرها ان اكتيفيشن. يعني انا الان جيت اقول سبيرم واوفا، السبيرم عنده اكس كروموسوم والاوفا عندها اكس كروموسوم تمام، في عمليه الزايجوت فورميشن هيكون عندي 2 اكس كروموسوم، واحد من هذه الاكس بغض النظر اللي جاي من فادر او جاي من مدر هيصير له ايش؟ نوع من الان اكتيفيشن، وهذا بيحصل عباره عن عمليه راندوم، بقدرش اقول انه اللي حيصير له ان اكتيفيشن فادر كروموسوم او مدر اكس كروموسوم تمام، لكن بيحصل عندنا لواحد منهم هذا الان اكتيفيشن. وعاده لما بيصير عندنا هذا الاكس اكتيفيشن ده كان للفادر بتحس في كل الخلايا ما بعد هيك بيصلها اللي هو الاكس ان اكتيفيشن مثلا للفادر او للمدر، الا اذا بيحصل عندي اكسبشن انه ممكن يكون في مرحله معينه كان الفادر او بعد هيك مثلا صار عندنا المدر. هذا بالنسبة للأشياء اللي بنلاحظها على مستوى الإكس كروموسوم. هنا صورة توضيحية إنه في البروفيز عفوا زي ما احنا شايفين عندنا هنا في الميوسيس عندنا انترفيز بروفيز، عندنا في البروفيز بيحصل عندي كروسينج أوفر في هذه المرحلة أوكي أز هومولوجس كروسينج أوفر، بعد كده بيحصل عندنا سيبريشن في الميتافيز طبعا بصير عندنا بدأ يستارت سيبريشن الى ان ندخل في موضوع الانافيز، وبيصير عندي في الميوسيس نمبر 1 بيعطيني 2 ديفايدد سيلز اللي هم عندنا زي ما قلنا 23 كروموسوم فور افري سيل. في عندنا جانب هنا نتحدث فيه على موضوع ال 6 لينك لينكج 6 ديترمينيشن اوكير باي انهيرتنس اوف 2 اكس كروموسوم ان فيميل اور ان اكس اند واي كروموسوم ان ميل ذكرنا. إذن معناته في الفيميل 2X كروموسوم هيحددوا لي طبيعة الحياة في من ناحية الفانكشنينج بتاعت الجينز وإيش الأوتبوت بتاعهم، في الفيميل في الميل عندنا X وY كروموسوم. النقطة هنا الإكسبشن بقول لي في التستس تمام دواي كروموسوم كاريد ليمتد ريبرتوري أوف جينز إنكلودينج those involved in testes determination and spermatogenesis. بقول لي طبعا الواي كروموسوم الجينات اللي فيه مهمة جدا انها تساعد في تحديد طبيعة التطور والنمو بتاع في spermatogenesis process الجينات الموجودة عليها تمام، وكذلك يوجد هناك على الواي كروموسوم جينات بتحدد لي طبيعة الانهيرتنس هل هي عندي ميل او فيميل، واضح؟ انا بعطيني اشعار اوكي. طيب هيتيوكروماتين هذا الكائن عفوا في وين في ال كمية الجين اللي فيه المقصود يعني مش كتيرة في الواي كروموسوم
هذا الاساس بيكون هيتيروكروماتين، يعني بيكونش ايوكروماتين بشكل كبير. احنا بنعرف الايوكروماتين زي ما اخذنا في المولكيولار بيولوجي بيكون يعني موستلي اوبن، لما بيكون عندي الجينات دائما يعني فعاله. لكن هنا بنحكي عن كميه الجينز الموجوده في الواي كروموسوم مقارنه مع الاكس كروموسوم هتكون يعني فيري لو. بيقول ان الاكس كروموسوم كاريز ا لارج سيت اوف جين موست اوف ويتش ليك كاونتر بارتس اون ذا واي كروموسوم، طبعا مش موجوده عندي في الواي كروموسوم. طبعا في الواي كروموسوم في عندنا فيو اكس لينك تريت ار ترانسميتد باي ا هيتروزايغوس فيميل تو هاف اوف هير اوف سيبلينج، طبعا اكيد هتروح لواحد من الابناء سواء كان ميل ان فيميل. بقول ذا ان اكتيفيشن اوف ذا اكس كروموسوم راندوملي اكوير، ها اذا اذا كنت انا عندي فيميل لازم يحصل عندي ان اكتيفيشن، لكن لو كان عندي ميل عندي 1 اكس كروموسوم نو ان اكتيفيشن جاست هيضلوا اكتف. اوكي اذا بيجي بقول لي انا الان اكتيفيشن اكسبكتد تو بي بعد 16 يوم تمام من الانقسامات، اوكي من الفيرتلايزيشن عفوا، احتمال يصير عندي طبعا هذا الان اكتيفيشن. اذا هذا الاكس كروموسوم اللي هيكون ان اكتف هيشكل لي يعني زي جزء في داخل النواه تمام، وهو في الحاله اللي بنسموه العلماء بار بادي. بار ايش؟ بار موجود على جنب في داخل اللي هو النيوكليس. اوكي ولكن هل بيحصل له ريبليكيشن؟ طبعا بيحصل له ريبليكيشن لانه هذا اكس كروموسوم، لكن هو عباره عن بار بادي بيكون ان اكتيف كروموسوم. بيقول لي سام اورجانز لايك اوفري ذا تو اكس كروموسوم اكتيف، يعني هي الست الان في الاوفري التو اكس كروموسوم بيكون عندها ايش؟ اكتيف، لكن في اذر سيلز غير الاوفري للست ال1 اوف ذا اكس كروموسوم will be inactive. اوكي هذا الامر. شغله ثانيه كمان بيجي بيعطيني اشعار بيقول لي كمان دير ار ريجونز موجوده at the two end في نهايه الاكس كروموسوم وكذلك في نهايه الواي كروموسوم تمام، في قطع من الجينز تمام في نهاياتهم من الجهتين جينز بسموهم سودو اوتوسومال جينز تمام. ليش هدول سودو اوتوسومال؟ لانه هدول القطعتين الموجود يعني عفوا الاريا الموجوده عندي سواء كان على الاكس كروموسوم من الناحيتين او على الواي كروموسوم من الناحيتين دي ار يعني بيهيف از اوتوسومال كروموسوم تمام. في موضوع الميوسيس يعني هيحصل عندي يعني لو كان انا عندي 2 اكس كروموسوم موجودين بغض النظر ان اكتيف مع الاكتيف في الفيميل او الاكس مع الواي، طبعا الواي عنده السودو اوتوسومال زي ما الاكس بيحصل يكون عندي هناك حاجه بسموها كروس رياكشن ما بينهم فبيشتغلوا شغل وكانه زي ما بيحصل عندي في موضوع اللي هو السوماتيك سيلز، عشان هيك سموهم اوتوسومال تمام او سودو اوتوسومال يعني وكانهم بيشبهوا في تصرفهم الاوتوسومال جينز الاوتوسومال جينز تمام. هذه الاوتوسومال جينز اللي احنا ذكرنا عنهم all autosomal genes تمام escape X inactivation، يعني ايش يعني معنى الكلام؟ بقول لي على فرض انت لما جيت حكيت قلت واحد من الاكس بصير inactive بنحكي عن الفيميل تمام، بقول لي اعمل حسابك انه هذا الاكس كروموسوم الانactive مش على اطلاقه inactive، في المناطق اللي انت قاعد تحكي عنها هذه السودو تمام بتكون يعني ايش خارجه عن النص من ناحيه الان اكتيفيشن، يعني عباره عن ايش عباره عن اكتيف وكذلك كمان بيحصل لها عمليه الريكومباينيشن تمام. وبيقول لي اي خلل برضو فيها طب في طبيعه الريكومباينيشن او في هذا الجين ممكن يؤدي الى يصير عندي انفيرتيليتي وبالاخص في موضوع الفيميل عفوا الميل تمام في هذا الموضوع. اوكي فبلاحظ انه قلنا الميل عنده 1 اكس كروموسوم عشان يسموه هيميزايغوس. هنا بيقول لي البارباديز هذه الصوره تمام باربادي اقرا ارو ان ذا نيوكليوس اوف ا سيل اوف نورمال فيميل ذس فيزيبل ا ماس اوف هيتروكروماتين هاز بين ايدنتيفايد از ان ان اكتيف اكس كروموسوم، هاي عليه السهم هذا عباره عن ان اكتيف كروموسوم. الحين بيقول لي هذا هنا ست عندها 4 اكس كروموسوم في داخل الخلية
تمام في داخل الخلية بتاعتها. أوكي لكن في منهم ثلاثة إن أكتيف. آه واضح. ست موجودة الخلايا تاعتها في عندها خلص في الجينيتكس إنهيريتنس عندها أربعة إكس كروموسوم لكن عندهم ثلاثة إن أكتيف واحد منهم أكتيف في هذا الموضوع. أوكي إن شاء الله رب العالمين هنحاول ننهي هنا وننتقل إلى موضوع آخر له علاقة بالإكس كروموسوم في المحاضرة الجاية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.